طيب، كلام كتير جدا سمعناه في قصة تطوير حديقة الحيوان. ناس تقول ايه اللي هيحصل، حديقة الحيوان لما هتتطور هيحصل فيها ايه، الشجر هيتقطع ولا مش عارف هيحصل فيه ايه، في حاجات كبيرة. خلينا يعني نفهم القصة دي بالظبط. التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة امبارح. هيتم غلق هذه الحديقة خلال مدة التطوير، هيتم ضغط هذه المدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية علشان سرعة فتحها مرة أخرى أمام المواطنين. طب إيه اللي بيحصل في التطوير ده؟ التطوير اللي بيتعمل في حديقة الحيوان هيكون علشان تصبح هذه الحديقة على غرار حدائق الحيوان العالمية، تكون حديقة بجد، مش مجرد حيوانات موجودة في بعض الأماكن ومكان أثري، لا، هيبقى فيه شكل من أشكال الإبهار. إيه اللي اتقال في السوشيال ميديا وإيه اللي موجود على أرض الواقع؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. بنصبح على حركة دكتور، وملف تقيل ومهمة أعتقد قومية. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، اتفضل. طبعا تطوير الحديقة هو بدأ، يعني ما بدأش من امبارح بس، في دراسات شغالة بقى سنتين أو أكتر. أيوه. من الشركة المتخصصة اللي هتعمل تطوير. وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تعاقدت بإحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ودي الشركة العامة للتوريدات والمقاولات، ودي شركة محترمة جدا. لها من الآليات إنها تعرف تجيب المطور اللي هيشتغل فعلا على الأرض ويعدوا الآليات الحديثة لتطوير حديقة الحيوان فيما لا يتعارض مع الحفاظ على تراثها والحفاظ على أشجارها والحفاظ على أصولها، مع التأكيد على بقاء ملكية حديقة الحيوان لوزارة الزراعة، وده مجرد حق انتفاع وتطوير وتشغيل لمدة 25 سنة، مشروط باشتراطات مكتوبة في عقد حكومي محترم جدا متراجع ومتوافق عليه من السادة مستشاري مجلس الدولة بملاحظاتهم اللي اتخذت في الاعتبار بكل شيء. ونحن بنطمن الشعب المصري والسادة المواطنين ان هيبقى في حديقة مميزة. انا كنت حابب اسمع الكلام ده. بالنسبة للأشجار يا دكتور، دكتور إيهاب، ناس كتير جدا في السوشيال ميديا اتكلمت ان احنا بنطور او في بعض الاماكن بيتم التطوير فيها وفي يتم اقتلاع الاشجار، ودي فيها اشجار نادره بقى لها سنوات طويله جدا. السوشيال ميديا اتكلمت على القصه دي، ما هو الحقيقي وما هو غير الحقيقي في هذا الامر؟ هو طبعا هو يعني اللي بيتكلم بدون اي دليل وبيتكلم بدون اي فعل تم على الارض، هو يعني هل هذه بلبله مسبقه مقصود بها شيء؟ انا مش عارف طبعا. يعني هو لسه ما تمش حاجه؟ لا يا فندم، مجرد شركة الإنتاج الحربي استلمت الحديقة ولسه امبارح. تمام. امبارح يعني بالليل آخر حاجة إجراء ورقي وشوية إجراءات بسيطة خلاص يعني بتخلص، لكن الحاجات الورقية خلصت، لكن هل فعلا حصل على الأرض بأي حاجة؟ مفيش حاجة حصلت. أنا ما أعرفش معلومات هما دي جابوها منين، ولازم نفرق بين حديقتين، حديقة الأورمان وحديقة الحيوان. إحنا في الحديث دلوقتي بنتكلم عن حديقة الحيوان. تمام. طبعا فيها أشجار قديمة وأشجار عتيقة وأشجار لا يمكن المساج بها تماما، والغطاء النباتي هيزداد رونقا ويزداد جمالا، لان من ضمن تصنيفات الحدائق العالميه كل ده الاشجار اللي موجوده، المساحات الخضراء، الهاوزنج بتاع الحيوان الجديد هيبقى عامل ازاي، وهل النباتات الحيوانات واكلها وشربها هيبقى مطابق للمواصفات القياسيه العالميه والمنظمات المسؤوله عن تصنيف حدائق الحيوان. طبعا ده كله مهم. وبعدين الشركه اللي اخذت لنا التطوير مش عشان تعمل يعني مش الهدف الاساسي انها تعمل كافيتريات وموتيلات وتقطع اشجار، ده يبقى غرض ثاني خالص لن يسمح به، وهي الشركه مش هتعمله ولا الدوله هتسمح بذلك، وده منصوص عليه في العقد يا دكتور ايهاب زي ما حضرتك قلت. منصوص يا فندم على كل حاجه جدا. تمام. اكتر من الناس متخيلاه. طيب، النقطه دي وضحت. احنا يا فندم راحت من وزاره الزراعه لوزاره الانتاج الحربي متمثله في احدى وحداتها او شركاتها المتخصصه القوميه. تمام. هي ما زالت في حوزه الدوله، والمواطن لازم يطمن كذلك. لسه ما راحتش للدوله. صحيح. طيب يا فندم، هي في الدوله، ما زالت الحديقه في حوزه الدوله من وزاره الانتاج الزراعه لوزاره الانتاج الحربي، المواطن بيقلق ليه؟ تمام. مش داعي للقلق خالص، وتحت رقاب، وعلى فكره 137 موظف وعامل ودكتور هيفضلوا قائمين على العمل. وعايز اطمن الناس برضه ان اي حاجه فيها حيوانات او طيور او دواجن داخل اراضي بنوك مصر العربيه
وزاره الزراعه متمثله فيها العامه الفتره المطريه مسؤوله عليها في الاشراف 24 ساعه. طيب انا عندي يعني معلومه بتقول ان مشروع التطوير حطه اكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان اللي قام بتطوير 12 حديقه حيوان على مستوى العالم. كلمنا عن دور هذا الاستشاري، مين هو هذا الاستشاري؟ طب انا هقول لسيادتك على حاجه. طبعا لما الحديقه اتسلمت من وزاره الزراعه وزاره التاج الحربي شركه الانتاج الحربي هي اللي هتستعين بالاستشاريين المصريين العالميين او الاجانب العالميين اللي لهم شهره، هي الاولى في التحدث عن مشروع تطويرها بقى وهتعمل ايه وتخلي ايه وكده، فاهم سعادتك ازاي؟ انما طبعا هو متاخد الموضوع باقصى درجه من الجديه والحرص ومعدلات الاداء، لان انا كمستثمر شركه الانتاج الحربي خدت مني وزاره الزراعه حق انتفاع، هو واخده عشان يطور ويكسب وياخد مراكز عالميه بيها. فهمنا يا فندم ازاي حضرتك؟ على اي حال خلينا نشوف التجربه بتكمل ازاي. ان شاء الله يا فندم هي مش تجربه، هو مشروع قومي استاذن حضرتك، مشروع بالزبط. قومي ناجح بالزبط. من البدايه وناجح من الاعداد له بالزبط. وان شاء الله ربنا هيوفق شركه الانتاج الحربي وتقدم منتج او مخرج للشعب المصري وللعالم كله مبهر ومرضي وذي درجه عالميه. وفي الحقيقه انا يعني ربما يا دكتور انا بتفائل لما يبقى فيه في الاول كده ايه نوع من انواع الرقابه من السوشيال ميديا، بتلاقي الموضوع مشي صح واكم من التجارب اللي شفناها وقلنا هيحصل ايه؟ يعني اقل حاجه سيتركوا العاصمه القديمه تحترق بقى، لان النهارده شفنا القاهره عامله ازاي والطرق عامله ازاي. مشروع بتاع طريق الساحل الناس اتكلمت عليه، النهارده الناس كلها بتشيد بطريق الساحل، فتجارب كتير جدا ربما كانت مسار انتقاد ولكن في النهايه لما تم تجربتها ولما تمت الناس بدات تشوفها اشادت بيها يوم اشاده. بننتظر شكل تاني لحديقة الحيوان وتكون زي ما قال الاستشاري العالمي واحدة من أهم 12 حديقة على مستوى العالم. شكرا لك دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. على أي حال كان معانا عدد كبير من الملفات شفناها في هذا الفصل، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل مع حضراتكم فقرتنا في صباح الخير يا مصر.